سوريا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة. احنا كان في عنا رئيس الأمم المتحدة اسمه فارس الخوري. فارس الخوري وهناك في دمشق شارع على اسم فارس الخوري. وعندي أخين تو براذر بشارع فارس الخوري. أحد أخوتي وهو مهندس قال لي عندما هجمت الجيوش المدعومة من أوروبا للدخول إلى دمشق، المسلحين المدعومين من الدول الغربية لدخول مدينة دمشق، قال لي لم أذهب لأني أثق بالجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري حمى المسيحية، هم حموا المسيحية في المناطق الساخنة، ورئيسنا أعطانا دائما الحرية، والده كان يعطي الحرية وهو أعطانا الحرية. نحن عندنا الحرية بشعائر الدينية. سوريا موزاييك جميل لكل، نحن بلد علماني، وهو درس بمدرسة اللايك، مدرسة علمانية. الرئيس منه طائفي، رئيس عم يدافع عن بلده وعن سوريا، ومن حقه، من حق الجيش يدافع عن بلده. نحن ندافع عن بلدنا ليس أكثر ولا أقل. ليس هناك ثورة في سوريا، فالثورة بحاجة للفكر، ونحن أنتوا بتقولوا نحن ما عنا فكر. نحن في عنا مشاكل داخلية من حقنا نحلها، ومو من حق لا أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا حتى تتدخل. تركونا من حل مشاكلنا. شكرا. Thanks. This is Hanin Elias reporting from Damascus, from the church in Babshaki, Damascus. And this was Jano Jihad Battah, the Archbishop of Damascus. Syriana Analysis is an independent news and analysis platform. Please don't hesitate to support the channel through Patreon, an online sponsorship platform that enables me to create more content to you. Link in the description below.